بسم الله الرحمن الرحيم. جمهور الزمالك العظيم اللي أنا بنتمي لهم، اللي أنا بحبهم، اللي أنا زملكاوي أساسا. الموضوع هو أساسا اتاخد في حتة غلط خالص، يعني هو الموضوع كله معمول في البرنامج، هو البرنامج ساخر وحاجات كتيرة قوي، يعني بتغير الكلام بتاعها وبنغير الألحان بتاعتها. فلما جت واتحطت الأغنية قلت لهم يا اخوانا أنا زملكاوي، وأنا ما يعني مش هينفع إن أنا أغني الأغنية دي خالص، لأن أنا راجل زملكاوي وجماهير الزمالك ممكن تاخدها في حتة تانية. فقالوا لي إحنا هنا برضو كاتبين، هنا برضو زقططنا قوي، جون شيكا، جون عالمي مزيكا. إحنا كده بنقول للناس إن هي يعني إحنا عمالين بنتكلم بقالنا شهر إن لا للتعصب، للتعصب في أي حاجة، يعني التعصب في سلوك، التعصب في معاملة، التعصب في تشجيع أندية. فاحنا يعني ازاي احنا ناس بنقول لا للتعصب، ومجرد ما انا مثلا يعني مجرد ما اتقال كلام في حاجه مثلا الدنيا كلها هاجت عليا، وكل الزملكاويه هاجت عليا. فاحنا اخوانا انا ان كنت يعني اسأت الظن في حاجه فانا اسف 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 لجمهور نادي الزمالك، وانا اسف لكل واحد ينتمي للعائله الزملكاويه، اسف لكل واحد بيعدي من جنب نادي الزمالك، وآسف لكل واحد بيشيل علم الزمالك. طارق الشيخ، وأنا باعت